أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نحصل فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة العربي الجديد، ومقال للكاتب أحمد سعداوي عن انتخابات مجالس المحافظات العراقية المرتقبة. كتب سعداوي قائلا: إن أقل من شهر على موعد انتخابات مجالس المحافظات في العراق المقرر أن تنظم في 15 محافظة عراقية ما عدا محافظات كردستان العراق الثلاث. ويقول الكاتب: ما سوى القنبلة التي فجرها النظام السياسي بوجه الحلبوسي أحد لاعبيه الكبار، لن يكون هناك جديد غير هذه الانتخابات. هناك نفس سوداوي له مبرراته الواقعية يغلف تفكير الساعين إلى التغيير في العراق. فمن الواضح أن لدى الأحزاب الحاكمة المتهمة بالفساد وانتهاك القانون أوراقاً كثيرة تلعب بها لضمان مصالحها، غير أنه لن تكون هناك فرصة للتغيير إن فكرنا بحصوله من خلال ضربة واحدة. ومن الواضح أن الأحزاب المهيمنة على العملية السياسية في العراق تريد أن تفرض سطوتها على انتخابات مجالس المحافظات على أكثر من مستوى، فهي تريد المنافسة بقوة في المحافظات المختلطة كما ديالى وصلاح الدين وبابل كي توازن نسبة السنة، وتريد فرض سطوة مريحة على مجالس المحافظات الجنوبية. تعددت الطرق الدعائية للمرشحين بالتزامن مع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات، حيث تجاوز البعض منهم على الأملاك العامة عبر استغلال الجسور والطرق السريعة في نشر صورهم، فضلاً عن استخدام أصحاب المال السياسي الأجهزة الخدمية لكسب أصوات الناخبين. وتقول صحيفة المدى من جانبها إن الأحزاب المتنفذة في البلاد ومع اقتراب موعد كل انتخابات تلجأ هذه لطرق عديدة من أجل كسب الأصوات، أهمها استغلال نفوذها السياسي من خلال تنفيذ مشاريع صغرى لبعض المناطق بهدف كسب أصوات المواطنين. يعمل بعض المرشحين الناشئين غير المتنفذين عليها، وهي طرق أبواب الدوائر الخدمية من أجل الحصول على الخدمات لمناطقهم الانتخابية لو صح التعبير. لذلك فإن المشاريع المحالة للتنفيذ أصبحت عرضة للاستغلال بشكل كبير من قبل الكثير من المرشحين، وهناك الكثير من أصحاب النفوذ يستغلون مناصبهم في الدعايات الانتخابية، مشيرا إلى أن هناك منظومة انتخابية غير مكتملة فضلا عن وجود أحزاب وأشخاص فوق القانون. ويضيف التقرير أن القانون الانتخابي ينص على عدم استخدام أموال الوقف السني والشيعي، موضحا أنه لا توجد عقوبة تردع المرشحين المخالفين الذين يستخدمون معدات الدولة ومؤسساتها. ونقرأ تقريرا لصحيفة طريق الشعب بعنوان: راصد الطريق، نريد المطر ما نريد المطر. ونقول الصحيفة أعلنت 6 محافظات عراقية: النجف، ذقار، صلاح الدين، ميسان، المثنى، الديوانية قبل يومين فقط تعطيل الدوام الرسمي للمدارس والجامعات بسبب زخات من المطر. وفي المحافظات الأخرى التي لم تعلن تعطيل الدوام كان وصول الطلبة إلى مدارسهم وجامعاتهم كان وصولا غاية في الصعوبة، حيث اضطروا للخضوع والخوض في الأوحال التي غطت الشوارع والطرق كافة. هذا المشهد يكاد يتكرر دائما مع نزول قطرات المطر التي يتطلع إليها العراقيون بأمل كبير لتجاوز حالة الجفاف التي تضرب بلادنا لأسباب متنوعة مناخية وأخرى ترتبط بمواقف تركيا وإيران التي لا تراعي احتياجات العراق ولا تضمن له حصة عادلة في مياه دجلة والفرات. يحصل هذا في كل عام مع أن أمانة بغداد وبلديات المحافظات تعلن مسبقاً انتهاء استعداداتها لاستقبال موسم الأمطار، لكن من يأتي المطر حتى يسقط ورقة التوت فتظهر العورات والثغرات والنواقص وحتى الفساد. فالموازنات المخصصة كبيرة نسبياً بفضل ازدياد العائدات النفطية. مؤلم ومحزن هذا المشهد الذي يتكرر سنوياً، فيما لسان حال المواطن يتساءل وكيف سيكون الحال لو امتد موسم الأمطار أشهراً.
نسلط الضوء على مقال نشره موقع مجلة ناشونال انترست للكاتب بول بيلر بعنوان إسرائيل مستشفى الشفاء وأسلحة الدمار الشامل العراقية. علق فيه على ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز من أن ما ستعثر عليه إسرائيل أو لم تعثر عليه في مستشفى الشفاء سيشكل مسار الحرب في غزة. ويعلق الكاتب أن الحكومة الإسرائيلية الصهيونية تركز كثيراً على حملة العلاقات العامة التي تستجدي المشاعر، وركز الإسرائيليون جهداً كبيراً على مستشفى الشفاء الطبي وليس مواجهة حماس. لا يعطي أي شيء قدمته إسرائيل مظهراً عن مركز قيادة لحماس في داخل المستشفى، ولا شيء يعطي صورة عن استخدامه لأغراض عسكرية بشكل يبرر استثناء لقاعدة معروفة يمنع فيها القانون الدولي استهداف المنشآت الطبية. واستخدام تلك القاعدة يقتضي إثبات أن حماس كانت تستخدم تلك المنشأة لشن هجمات ضد القوات الإسرائيلية مثل إطلاق المقذوفات الصاروخية والمدفعية من داخل أرضية المستشفى. ولا تزال إسرائيل تبحث داخل المستشفى لاكتشاف شيء تقدمه على أنه دليل مقنع، وهذا البحث يعيد للأذهان ذكريات البحث عن أسلحة الدمار الشامل في العراق بعد الغزو الأمريكي في عام 2003، حيث قضت الولايات المتحدة وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً للبحث عن أسلحة الدمار الشامل المفترضة، ومع مضي الوقت لم يعد البحث موضوعاً لتوفير الأمن للقوات الأمريكية أو أي شخص آخر أكثر من كونه العثور على تبرير لما كان واحداً من أهم جدار قدمته إدارة بوش لشن الحرب. أعزائي، نبقى مع أهم ما جاء في مقال موقع مجلة ناشونال انترست للكاتب بول بيلر الذي ربط بين أسلحة الدمار الشامل العراقية واحتلال إسرائيل للمستشفى المعروف باسم مستشفى الشفاء في غزة، وكيف يحاول الإعلام ترويج مسرحية تشبه رواية أمريكية كاذبة التي تدلي بها أمريكا التي أدت إلى احتلال العراق في 2003. فالإدارة الأمريكية استخدمت أسلحة الدمار الشامل كورقة تسويق كي تحصل على دعم للحرب، ولم تكن الدافع الرئيسي فيها لشنها. ومثلما حرف البحث عن أسلحة الدمار الشامل في العراق المزعومة طبعا في العراق عن التطورات المهمة، حرف المسار عن التطورات المهمة في المنطقة وفي العراق تحديدا مثل قوة المقاومة العراقية، فإن تفتيش مستشفى الشفاء في غزة هو حرف للأنظار، وبدا هذا الآن واضحا أمام العيان وكأنه تقليد غريب، حيث أدى الهجوم على الشفاء للسيطرة عليه ووقف كل خدماته الطبية وبملامح أخرى. فالوضع الحالي يقاس تماما على حرب العراق، فالداعون للحرب لم يكن لديهم أي شعور بالاهتمام بالعراقيين الذين يريدون جلب الديمقراطية المنشودة إليهم. سواء تم العثور على أسلحة الدمار الشامل أم لم يعثر عليها، فهو لم يكن مهما للأسباب التي أدت لشن حرب مكلفة وكارثية. فقد كانت حرب اختيارا كلفت الجيش الأمريكي 4400 جندي وجرحت 32,000 آخرين، وكلفت دافع الضريبة الأمريكية تريليوني دولار، وفاقمت من النزاع الطائفي بالشرق الأوسط، وتركت العراق غير مستقرا، وأضرت بمصداقية الولايات المتحدة، وقيدت قدراتها على محاسبة معتدين مثل فلاديمير بوتين. وكان هذا الثمن سيدفع سواء عثر على أسلحة الدمار الشامل المزعومة أم لم يعثر. وكما في العراق، فأهداف الحرب المعلنة ليست الدافع للدمار الذي تقوم به إسرائيل على غزة، فكلام وأفعال القادة الإسرائيليين لا علاقة لها بالقريب أو البعيد بما تقوم به حماس أو إن كانت تقوم بعمله. فالغضب الشديد والتعطش للانتقام بسبب هجمات السابع من تشرين الأول أكتوبر هو جزء كبير من الدافع للهجوم الإسرائيلي، وبخاصة أن إسرائيل ليست لديها فكرة حول حكم القطاع بعد الغزو، أصبحت مفصولة عن المنطقة. هذه الحلقة مستمرة لكن بعد متابعة الكاريكاتور.
بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. أهلا بكم من جديد. نظمت منصة مبادرة فلسطين مظاهرة بمدينة إسطنبول للفت الانتباه إلى المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق أطفال قطاع غزة. ونظمت المنصة هذه التظاهرة في ميدان منطقة أوسكودار تحت شعار سر من أجل أطفال فلسطين، وتجمع المشاركون أمام مسجد مهرماه سلطان، ورفع المتظاهرون في هذه الهتافات يعني كلمات واضحة وجلية، وهي عبارة إسرائيل تقتل 5 أطفال في كل ساعة. حذرت الطبيبة الروسية الدكتورة ألكسندرا فيليفا من أن المنتجات العطرية مثل البخاخات والبخور والشموع قد تسبب مشكلات صحية، لأنها قد تحتوي على مواد عضوية متطايرة خطيرة كالفلالات والبنزول والفورمالديهيد وغيرها، مشيرة إلى أن تلامس هذه المواد مع الغشاء المخاطي للجهاز التنفسي يسبب تهيجاً وهياجاً، ويمكن أن يؤدي أيضاً إلى تفاقم أعراض الربو وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى. وبالتالي فإن بعض المركبات مثل الفورمالديهيد والبنزول تكون سامة، وذلك وفق ما نقلت شبكة أخبار روسيا اليوم عن صحيفة أزفيستيا المحلية. وقالت الطبيبة أن استخدام هذه المواد المعطرة الخطرة لفترة طويلة يزيد من خطر الإصابة أكثر والأكثر بالأمراض المزمنة بما فيها السرطان عافاكم الله، لأن الفثلات يمكن أن تعطل عمل منظومة الغدد الصماء، ما يؤدي إلى اضطرابات هرمونية، ويمكن أن يكون لمكوناتها تأثير سلبي على الجهاز العصبي المركزي، ما يسبب الصداع والتعب وقلة النوم وضعف الإدراك. كما تضاف الزيوت العطرية التي تتكون من العديد من المكونات الكيماوية إلى الشموع. وأشارت فيليفيا إلى أن أخطر المكونات هو ثنائي إيثيل الفاثالات الذي يستخدم لتركيز رائحة العطر، إذ إن هذه المادة الكيماوية يمكن أن تسبب مشكلات تتعلق بالوظيفة الإنجابية. لذلك فإن الشموع الأكثر أماناً للصحة هي تلك المصنوعة من فول الصويا أو شمع العسل. ولن نتابع وإياكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف.
جيتي هون عشان ساعد أبوي وعمي كل في المدرسة، جيتي هون نشال القصف، بكنس الطبق، بدق، بمسك، بكسر فحم، بعبي مي، بخيال الأرض مي بعد ما كنس عشان ما تطلع غبرة. عاد بشيل واشي على ايدي، ايام بنحرق ايام عاد بشيل تقيل. الأطفال هن الفئة الأكثر تأثر بالأحداث الصادمة، الحروب، النزاعات، حتى الكوارث. هاي الأحداث هي بتترك عند الأطفال آثار صدمية عميقة، بتخلي ممكن تؤدي إلى أمراض نفسية أو اضطرابات أو مشاكل سلوكية عند الأطفال. بالإضافة إنه قسم كتير كبير من الأطفال صاروا أطفال غير مصحوبين بسبب فقدهم لأسرهم، سواء الأب أو الأم أو كلا الطرفين، فصاروا هني ما عندهم انه حدا يلجأوا له للراحة والأمان، وانه يستمروا بظل الدفء الأسري. شكراً لطيب المتابعة وإلى اللقاء.